السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الدارسين والدارسات ببرنامج التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسعدني أن ألتقي معكم اليوم في المحاضرة 11 من اللقاءات الحية في مقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425، والمقررة على طلاب المستوى الثامن تخصص المحاسبة. طبعا احنا خلصنا مع بعض حضرات الجزء اللي خاص بالمضاربة، وخلصنا ايضا الجزء اللي خاص بالمرابحة. النهارده ان شاء الله حضرات هناخد صور جديدة من صور الاستثمار الاسلامي، وهي المشاركة. بالنسبة لحضرات لمفهوم المشاركة، يقصد المشاركة في المنهج الإسلامي قيام كل من طرفي العقد بتقديم المال والعمل معا ليعمل فيه على أن يقتسم الربح بنسبة رأس مال كل منهما أو حسب ما يتفق عليه، أما الخسارة فهي تكون دائما على حسب نسبة رأس المال. خلي بالكم يا حضرات، احنا خدنا صيغتين استثمار، وهي مضاربة ومرابحة، وثم الآن المشاركة. المضاربة الاستثناء استثناءهم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. لا هناخدوه. لا هناخد الاستثناء. مش هنترك حاجة احنا. تمام؟ المشاركة يا حضرات، طبعا احنا خدنا المضاربة وخدنا المرابحة، وان شاء الله هناخد الاستثناء واليوم المشاركة. الجزئين اللي خلصناه مع حضرات مضاربة ومرابحة. المضاربة هي عبارة عن واحد مضارب بالمال وواحد مضارب بالعمل. المضاربة حضرات بيتفق على توزيع الأرباح وفقا للاتفاق بينهم. أما إذا حدثت خسارة فالخسارة يتحملها رب المال إن لم يكن هناك تقصير من رب العمل اللي هو بيشتغل. أما في المرابحة، كما اتفقنا حضرات في المحاضرة السابقة، المرابحة فهو عبارة عن إن العميل بيكلف البنك إن هو يشتري له بضاعة ما وبنسبة معينة من الأرباح، وبيحدد النسبة واضحة. أما المشاركة حضرات فهي مشاركة ما بين اثنين، ما بين البنك بيدفع جزء وما بين العميل بيدفع جزء، وهم الاثنين ماشي حضرات بيقتسم الأرباح والخسائر وفقا للنسبة المتفق عليها بينهما في العقد. في حالة تحقق أرباح، أما إذا كانت هناك خسائر فالخسائر حضرات لازم توزع وفقا لرأس المال. وفقا يعني لنسب رأس المال، وفقا لنسبة رأس المال توزع الخسارة. أما الأرباح فتتوزع وفقا للنسب المتفق عليها، أي نسبة متفق عليها تمشي. لكن بالنسبة للخسارة لابد أن توزع وفقا لنسب محصة كل واحد منهم في رأس المال. هنيجي حضرات في طبعا المشاركة، وفي المشاركة المنتهية بالتمليك. المشاركة طبعا كذا أنواع لعقود المشاركة حضرات. المشاركة طبعا المنتهية بالتمليك اللي احنا بنشوفها، زي ما الواحد ياخد سيارة من البنك بيدفع مبلغ وبعد كده بيدفع أقساط، في الآخر تنتهي السيارة تكون ملكا له. ده حضرات اسمها مشاركة منتهية بالتمليك، على أساس أن رأس المال اللي هم مشتركين فيه مع بعض اللي هو السيارة نفسها قيمتها 100 مثلا، البنك دفع 75 والعميل دفع 25، كل سنة البنك بيستلم جزء الأقساط ماشي، فبيتنازل على حصة من رأس المال إلى المشارك شوية، في خلال 4 أو 5 سنوات تكون الملكية كلها آلت إلى الشريك الآخر. هنا يقول لي في شروط وأحكام المشاركة، أن يكون رأس المال معلوم وموجود وممكن التصرف فيه، لا يشترط تساوي الحصة، مش لازم يكون الحصة متساوية، يشترط يكون رأس المال من النقود والأسمان، لا يجوز منع أي من الشركاء عن العمل، الشريك أمين على مال الشركة، يجب أن يكون الربح معلوم القدر، ويقسم الربح بنسب رأس المال أو بنسب مختلفة حسب الاتفاق، ولكن يجب تقسيم الخسارة بنسب رأس المال أي حصة رأس المال لكل شريك. لا يجوز لأي شريك فسخ العقد بشرط، يجوز لأي شريك فسخ العقد بشرط إعلان الطرف الآخر. تمام؟
اما المعالج المحاسبيه حضرتك فلا تختلف عن عن المضاربه او عن المرابعه. ليه؟ والله البنك حضرتك لو هيدفع نقدا يبقى من حساب تمويل بالمشاركه الى حساب الصندوق. والله البنك هيدفع اصول يبقى من حساب تمويل بالمشاركه الى حساب الاصل او الاصول المستغله. وناتي حضرات عندما يقدم الاصل هنالك ثلاث احتمالات، اما الاصل تكلفته تساوي الحصه المتفق عليها او تكلفته تزيد او تكلفته تقل. وهنا حضرات اذا كانت التكلفه بتساوي القيمه المتفق عليها فلا خساره ولا ربح. اما اذا كانت التكلفه اقل من القيمه المتفق عليها في المشاركه فيبقى حققنا ربح، واذا كانت القيمه اقل يبقى حققنا او البنك يعتبر حقق خساره. ده حضرات بالنسبه للتمويل بالمشاركه. ايضا المشاركه حضرات بتخضع لجزئيه ثانيه اللي هو بيع الحصه. ممكن حضرات المشارك يبيع حصته لشريك اخر او لشريك يدخل ثاني غير البنك مثلا. فعند بيع الحصه حضرات بيع الاصل المشارك فيه والله بنقول من حساب الصندوق الى حساب تمويل بالمشارك. ايضا الحصه اللي انت هتبيعها هل فيها ربح ولا فيها خساره؟ والله لو فيها لو الحصه مثلا انت مكلفاك 100 وبعتها ب 110 يبقى في 10 ربح. مكلفاك 100 وبعتها ب 85 يبقى في 15 خساره. اما قيود اليوميه حضرات فهي موجوده اهي في المذكره انا ماشي معكم فيها. قيمه الحصه المبيعة اكبر من القيمه النقديه بنقول من حساب الصندوق الى مذكور التمويل وارباح. العكس حضرات بتكون في خساره. في بعض الامثله البسيطه حضرات اهي يقول لي قدم المصرف اصول قيمتها الدفتريه 4 مليون بينما تم تقييم الموجود الموجودات ب 5 مليون، يبقى هنا فيها ربح كام؟ فيها ربح مليون من حساب التمويل بالمشاركه الى مذكورين، حساب موجودات الاستغلال المشاركه وحساب ارباح مليون. ماشي؟ طبعا هنا هي قيمت ب 5 مليون ولكن هي تكلفتها 4، يبقى اذا البنك يعتبر حقق هنا 1 مليون. قدم المصرف اصول قيمتها الدفتريه 4 مليون بينما تم تقييمها ب 3 مليون ونص. يبقى هنا حضرتك فيها خساره نصف مليون اي 500,000. ماشي؟ ودائما يا حضرات المبلغ اللي هو خساره او ربح عند البدايه اسمه ارباح تمويل. اسمه ارباح تمويل. ماشي؟ هنا السؤال اللي بيقول لي ممكن يكون السؤال اختيار متعدد، في حال تقدير البضاعة بالقيمة العادلة 3.5 يكون العائد على المصرف ربح 500، خسارة مليون ونص، ربح مليون، خسارة 200,000. يعني هنا حضرات بيقول والله أنت لو مقدم كم قيمتها؟ قيمتها نكمل باقي السؤال حضرتك. في حالة اهي اكمل لك باقي السؤال يا اخي الكريم. في حالة تقديم بضاعة تكلفتها خلينا نقول حضرات تكلفتها يبقى هنا في ربح 500 تكلفتها 3 مليون ريال. حال تقديم بضاعة تكلفتها 3 مليون ريال، أما إعادة تقديرها بمبلغ تم إعادة تقديرها بمبلغ تم تقديرها بمبلغ 3 مليون ونص، العائد على المصرف هل هو ربح نص مليون 500 ولا خسارة 1.5 ولا ربح مليون ولا خسارة 200,000؟ بس انا كتبت تكلفتها الاصليه يا جماعه، ضف تكلفتها الاصليه. يبقى هنا الاجابه هتكون رقم كام يا شباب؟ نص مليون، صح. بس هنا الحساب ده حضرات مرتبط بمعالجه ثاني اللي هي في هذه الحاله يكون حساب التمويل بالمشاركه مدين بمبلغ بينما يكون حساب موجودات بضاعه مشاركه دائم بمبلغ.
هنا عايز يقول لك قيد اليومية. فقيد اليومية يا حضرات هنا اليومية في هذه الحالة يكون من حساب تمويل بالمشاركة. من حساب تمويل بالمشاركة بكام يا شباب؟ وهنا في اختيارات، بس اختيارات مبنية على أرقام في حالة تقدير البضاعة والقيمة العادلة 5. 3500 في حالة، في هذه الحالة يكون حساب التمويل بالمشاركة مدين بمبلغ، بينما يكون حساب موجودات بضاعة مشاركة دائن بمبلغ. هو هنا حضرات يقصد انه تكون البضاعة ب 4 مليون، خلي بالك. هنا في هذه الحالة خلينا نقول القيد، والقيد هو منه ناخذ احنا المبلغ. في حالة في هذه الحالة اللي هي البضاعة 3 مليون، يبقى هنقول 3 مليون من حساب تمويل بالمشاركة. بعديها هو خد كام هنا؟ في حالة تقديم بضاعة تكلفتها تم على تقديمها بالقيمة على 3.5، يبقى هنا حضرات 3.5 3500 ألف من حساب تمويل بالمشاركة إلى مذكورين. يا مذكور ايه هم المذكورين؟ منهم 3 مليون حساب، 3 مليون حضرات حساب اللي هي موجودات، حساب موجودات للاستغلال مشاركة، وبعدها حضرات 500 ألف هي أرباح تمويل، عشان بس نطلع من القيد ده اللي هو كان المفروض هو القيد مبني على الأرقام اللي فوق، بس احنا عدلنا فيه لان هو كان مكتوب فيه ربح 500، كان ممكن نعدلها لكن لما عدلنا الارقام فاضطرينا نعدل النتائج. في حاله تقديم بضاعه تكلفتها 3 مليون تم اعاده تقديرها بمبلغ بالقيمه العادله 3.5، يكون العائد على المصرف هتبقى الاجابه الف ربح 500 ألف. النقطه الثانيه حضرات في هذه الحاله يكون حساب التمويل بالمشاركه مدين بمبلغ، بينما يكون حساب موجودات بضاعه مشاركه دائن بمبلغ. فهتلاقي الحل هنا حضرات اختلف شويه عشان انا حاطين ارقام مختلفه. فهتلاقي هنا في هذه الحاله يكون حساب التمويل بشراكه مدين بمبلغ 3500 ألف، 3500 ألف، بينما يكون حساب موجودات بضاعه استغلال مشاركه دائم بمبلغ 3 مليون. ماشي شباب؟ تمام؟ وحيدي؟ تمام. لو هنطبق حضرات المثال على الأرقام اللي موجودة فوق، يبقى كنا بس عايزين نغير كلمة ألف، كلمة ربح دي كانت تبقى خسارة وكان ينفع يمشي على الأرقام اللي هي 4 مليون وثلاثة ونص، عشان تبقوا عارفين يعني. ماشي؟ يعني ممكن لو أنا غيرت بس كلمة ربح اللي هي في 3500 خليتها خسارة وخليت الرقم 4 مليون ينفع وامشي على الحل اللي فوق. تمام؟ المهم الناس تكون فاهمه يعني. واضح يا شباب؟ بعد كده بحاجه انجليزي، واضح؟ طيب لو انا حضرات معلش في حاله تقديم بضاعه، هذكر مثال ثاني هكتبه، انا كتبته ثاني بس معلش كتبته في عندي في المذكره. في حاله تقديم بضاعه تكلفتها 4 مليون تم اعاده تقديرها بمبلغ 3.5، ماشي؟ وهكمل وهجيب حضرات هنا الجزئية الثانية اللي مذكورة عندكم دي. في هذه الحالة يكون حساب التمويل بشراكة مدين بمبلغ، إنما يكون حساب مشاركة دائم بمبلغ. ها أي الإجابات هنا حضرات بتكون؟ أي الإجابات بتكون صح؟ ألف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ هتكون اللي هي أيوه
هتكون ألف صح؟ اللي هو مدين بثلاثة ونص ودائن بأربعة، ماشي؟ طيب جيم فيها ثلاثة ونص وأربعة دال وهكذا، تمام؟ ده هنا في اختيار ثاني، في حالة تقدير البضاعة بالقيمة العادلة 5 مليون ربح المصرف يكون، بذكر لك مثال على الاختيارات يا حضرات اللي هي خاصة بكيفية حساب ربح أو خسارة البضاعة المقدمة في المشاركة. تعالى نطلع من الجزئية دي على ندخل على بفرض تم تصفية احدى عمليات التمويل بالمشاركه بين المصرف الاسلامي وبعض العملاء، وفي ما يلي بعض البيانات المستخرجه من الدفاتر عن هذه الشركه. حصه المصرف في راس المال 80، حصه الشركه 20، قيمه مبيعات المولدات 6 مليون، راس مال المشاركه 5، التزامات او ديون على المشاركه 2 مليون، ضرائب مستحقه 500,000. المطلوب حساب نتيجه كل المطلوب حساب نتيجة كل حص كل طرف. أحضرات يعني هذا المثال اللي أمامكم محلول جدا، بس هو ممكن يكون اختياري بتاعه يجي ازاي؟ هنقوله مثلا واحد نتيجة تصفية المشاركة، نتيجة تصفية المشاركة وبعديها ألف، بعديها ألف ربح 1,200,000 خسارة 1,200,000 وبعديها حضرات جيم ربح 1,500,000 دال ربح 1,500,000. ده حضرات عايز عايزك تختار الإجابة الصح من هذا. تم تصفية إحدى عمليات التمويل بالمشاركة بين المصرف الإسلامي وبعض العملاء في مال بعض البيانات، ماشي؟ المطلوب حساب نتيجة المشاركة ده هتحسب منهم دالة، وعايز أنا أحسب حسابك، ماشي؟ طيب لو هنجيب حضرات اللي هو اختياري، نتيجة تصفية المشاركة هي ألف ب جيم د، هل ربح ولا خسارة؟ ب خسارة صح؟ أنا قلت حضرات ربح 1,200,000 ولا خسارة 1,200,000، ولا ربح 1,500,000 ولا خسارة 1,500,000. ها عايزك بس تعرف كيف خسارة 1,500,000. طيب هنأجل الرد حد ما نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني نصيب المصرف من نتيجة مشاركة هو، نصيب المصرف من نتيجة المشاركة هو ألف ربح ربح كام؟ 200. نصيب المصرف، نصيب المصرف حضرات ربح 960,000 خسارة 960,000 جيم ربح 1,200,000 دال خسارة 1,200,000 خسارة 1,200,000. طيب ماشي. طيب أولا نتيجة مشاركة نتيجة المصرف، لو نفس الاختيار حضراته قلت نصيب المشارك،
تم مشاركتي في مشاركة ربح مقداره 240,000 ولا خسارة 240,000 ولا ربح 300,000 ولا خسارة 600,000. هنا حضرات أنا مشكور بارك الله فيكم بارك الله فيكم. أيوة كويس والله أنا لسه شايفة هون هاد وفاطمة وفهد ومعاد جزاكم الله خير. أقول لكم إزاي. أولا حاضر أقول لك أنا إزاي. أولا الإجابات كالآتي: نتيجة التصفية هي خسارة ولا ربح؟ تعال شوفها. قيمة مبيعات الموجودات عبر 6 مليون، رأس المال 2.5، التزامات على الشركة 2، بلاغ مستحقة 2.5. ماشي، المبيعات 6 مليون، الديون اللي على الشركة 2.5. ماشي، يبقى هنا 6. أول ما يبيعوا على طول حضرات يسدد الديون 2 مليون، يبقوا باقيين 4، يسددوا الضرائب يبقوا باقيين 3.5. تمام، يبقى اذا حصيلة البيع بعد سداد الديون 3.5 مليون، الرأس المال 5، يبقى قد الفرق 1.5 مليون. ده ايه فرق. يبقى اذا نتيجة المشاركة الاختيار اللي هو خسارة، نتيجة المشاركة حضرات خسارة 1.5 مليون دي اول حاجة. طيب لما نيجي حضرات نصيب المصرف كام؟ نصيب المصرف 80%، يعني 8 من 10. يعني اذا نصيب المصرف 1.2 مليون. تمام، يبقى نصيب المصرف 1.2 مليون، دي حاجة. والحاجة الثانية حضرات نصيب المشارك هو خسارة 3 مليون. وصلت يا شباب؟ نصيب المشارك خسارة 3 مليون، نصيب المصرف، نصيب المصرف حضرات دي نصيب المصرف خسارة 1.5 مليون. واضحة يا شباب دي؟ لا، بالنسبة لهذا المثال. لو صح شكرا يا فهد. لو صافي المتحصلات بعد دفع المستحقات اكبر من راس المال في الفرق ربح، واذا كان صافي المتحصلات بعد دفع المصروف بعد دفع الديون والالتزامات، يعني باقيين غير راس المال بس، اذا كان اكبر من راس المال ربح، واذا كان اقل فخساره. شكرا لك اخي الكريم فهد، بارك الله فيك. ده بالنسبه في هذا المثال، والمثال محلول عندكم يا شباب اهو، وكاملا واضحا تماما. ماشي، هنا بس في حاجه يا شباب، ايه هي؟ في مثال ثاني اهو بيقول لي: بفضل ما تكونت شركه بين احد المصارف الاسلاميه واحد رجال الاعمال، راس مال قدره كام؟ هنا بيقول راس مال قدره 1 مليون، حصه المصرف 6 وحصه رجال الاعمال 4، واتفق على توزيع الأرباح على النحو التالي: 25 رجل الأعمال، 75 توزع السنة الأولى السنة الثانية. هنا حضرات المطلوب تحديد نصيب كل طرف من الربح والخسارة في الفرضيات السابقة. ده مثال يا حضرات، ممكن هذا المثال يكون اختياري. ماشي؟ طب لو اختياري أعمل إيه أنا هنا؟ هو كل الموضوع إنك أنت عندك ال 25% لرجل الأعمال تطلع في الأول. يعني مثلا السنة الأولى لو أنا قلت لك فيه، لو أنا عايز أشوف اختياري وأقول نصيب المشارك من ربح العام الأول، وهيبقى اختياري ماشي. طب كام؟ ولا 100,000 يطلع منهم 25 للإدارة. لو 100,000 حضرات، 100,000 يطلع منهم 25 إدارة، بقي 75,000، 75,000 يقسموا بنسبة 6 إلى 4، يعني 10،
16 75 ألف يعني 7.5 يعني هنا 30 30 و25 55 و6 في 7 و42 و6 في 5 مين حسب يا حضرات؟ ماشي صح ممتاز يا أريد. طيب ماشي، مين يقدر يحسب لي نصيب المشارك هنا من ربح العام الأول كام؟ 55 ممتاز، 55 ألف صح. وبالتالي حضرات نصيب المصرف، نصيب المصرف كام؟ 45 ماشي. لو قلنا حضرات هنا السنة الثانية اللي حصل فيها خسارة، السنة الثانية حصل فيها خسارة 50 ألف، مين يقول لي حضرات نصيب المصرف، لا سوري خلينا نقول المشارك، هذا نصيب المشارك كام هنا؟ صح. ها طب نصيب المشارك كام من الخسارة؟ الخسارة حضرات اللي حصلت 50 ألف، هو هياخد منها كام؟ صح 20 ألف ممتاز، نصيب المشاركة حضرات هنا 20 ألف ممتاز، الحل صح. حضرات ندخل على اللي هي المثال اللي بعديها، حضرات بفرض تكون الشركة بين أحد 1,600,000 هتوزع 20-80 أسفرت، هو المثال يا شباب ماشي. برضو هنا حققت ربح ماشي. المثال الثاني حضرات هو حضرات تدخل على المشاركة المتناقصة، المشاركة المتناقصة في مثال عندي حضرات على المشاركة المتناقصة اهو، اللي هو صفحة اللي هو المثال الكبير ده اللي هو تكون الشركة بين المصرف الإسلامي وأحد العملاء مشاركة متناقصة بالشروط التالية، رأس المال 5، حصة المصرف 4، حصة الشريك 1، يعني 4 إلى 1 حصة الشركاء. قال لي إيه هنا حضرات؟ يفتتح المصرف حسابا جاريا باسم المشاركة، باسم المشارك هي بقيمة حصته على أن يسحب الشريك منها حصل احتياجاته من العمل بشيكات موقع عليها من الشريك ومدير إدارة الاستثمار والناشئ، يوزع الربح بتخصيص 20% للشريك مقابل إدارة يوزع الباقي حسب الحصص في رأس مال المشاركة. يقوم الشريك بشراء حصة المصرف على 4 دفعات سنوية حسب القيمة السوقية وكانت نتيجة ما سبق خلال السنوات الأولى كذلك. السنة الأولى حضرات خلي بالكم من هذا، يقوم الشريك بشراء حصة المصرف على 4 دفعات سنوية وفقا لحصة وفقا ل على 4 دفعات وفقا للقيمة السوقية. ايه اللي حصل هنا يا جماعة؟ البنك والمتشارك جابوا حاجة مع بعض، جابوا سيارة أو آلة خط إنتاج أي شركة بينهم مع بعض، البنك دفع 4 أجزاء والمصرف البنك دفع 4 أجزاء والمشارك دفع جزء واحد، اتفقوا على إنه الحصة بتاعة البنك تقول إلى المشارك خلال 4 سنوات ماشي. بس خلي بالكم من حاجة، إنه هيتم الشراء وفقا للقيمة السوقية، لاحظوها دي عشان هي دي المشكلة شوية، وفقا للقيمة السوقية ماشي. القيمة الدفترية 750، القيمة البيعية 750 أول سنة. حد يقدر يقول لي المبلغ اللي يدفعه الشريك أو المشارك مقابل ربع الحصة كام؟ مقابل ربع الحصة كام؟ يعني أنا عايز بس أوصل المعلومة دي، لو عرفت المعلومة دي فالمثال بسيط جدا.
أنا عندي حضرات المشارك، عندي المشارك والمصرف، هاي اكتبها لكم هنا بالمرة دي. المصرف أربع أجزاء، المشارك له جزء واحد، ماشي، يعني أربعة إلى واحد، نقول أربعة إلى واحد، نكتب واحد، أربعة إلى واحد. أربعة إلى واحد، أربعة حضرات للمصرف وواحد للمشارك، ماشي. هنا اتفق على أن اشتري المشارك حصة البنك على 4 سنوات، فقال أن يشتري المشارك حصة البنك على 4 سنوات، ماشي. السنة الأولى، السنة الأولى، السنة الأولى حضرات القيمة لها 750,000، مفيش اختلاف فيها حضرات. السنة الأولى 750,000، ال 750,000 سوقيا او دفتريا. انا هسالكم يا حضرتك، كم يدفع المشارك لشراء ربع حصه المصرف؟ السؤال لكم، كم يدفع المشارك لشراء ربع حصه المصرف؟ كم؟ لا انا ما رحتش عند الارباح، انا ما اتكلمتش في الارباح يا شباب، الجزء في الارباح لسه ما اتكلمتش فيه، انا بتكلم في انه المشارك هيشتري ربع الحصه، الارباح على جنب لسه ما وصلتش ليها، هتكلم فيها واحده بس، خلينا في الشراء الاول. كم يدفع المشارك لشراء ربع حصه المصرف في السنه الاولى؟ القيمة الدفترية حضرات والقيمة البيعية، الحاجات اللي بينهم، الحاجات اللي بينهم حضرات قيمتها 750,000، فهو المشارك هيشتري ربع حصة المصرف. في واحد في نهاء فاطمة 150، نهاد 200، أيمن 200. الإجابة الصحيحة حضرات هي كم يدفع المفروض حضرات هيدفع 150,000. ليه حضرات؟ لأنه ربع حصة البنك لو بصيت تلاقي الآتي، لو أنا عندي حضرات 750,000 هما 750,000 كلهم دول كام؟ 750,000 750,000 صح؟ 750,000 عدد مقسمين 150 مشارك و 350 مشارك و 600 بنك، لما نيجي حضرات نقول ربع حصة البنك المفروض 600 تقسيم 4،
400 تقسيم ايه؟ 4. ما دام هي 400 تقسيم 4 يبقى اذا الناتج هو 150. يبقى اذا انا حضرات الحصه دي بتساوي 150,000. رجاء الكل اللي حاضرين افهموا ازاي وصلنا لل 150,000. ليه؟ عشان اللي جاي هيبقى في اختلاف شويه. الاولى دي ايمن حرام عليك، 600 على 4 تساوي 200. ها اجيب الاله الحاسبه ولا دي من الآلة الحاسبة ولا إيه يا أيمن؟ ها؟ أيوه صح، شكرا لك، بارك الله فيك، أنت من الطلاب المجتهدين والممتازين يعني، فالخطأ وارد. أنا بس عايز أوصل معلومة ثانية يا جماعة، إيه هي؟ طيب ربع الأربعة مش بيساوي خمس الخمسة؟ يعني إيه؟ يعني أنا لو قلت بدل ما اثر نفسي واحسب واقول 750 مقسمه الى 4 زائد الى 4 الى 1 واخذ الاربعه واقسمها على واخذ ما يخص الاربعه واشوف ربعها كام، طب انا لو اخذت ال 750 وقسمتها على 5 مش ينفع؟ يعني ايه اقول ممكن؟ انا هقول الاتي، اقول ممكن نقسم 750 تقسيم 5 ناتج هو 150 صح؟ انا معلش كتبتها بخط منخفض اكبرها لحضراتكم اهي. ممكن نقسم 750 تقسيم 5 الناتج كام؟ 150. في اريج بتسالني بتقول لي منين جات ال 600؟ اختي الكريمه الجدول اللي عندي، الجدول اللي عندي اهو اللي موجود في التمرين بيقول الاتي: القيمه البيعيه 750 والقيمه الدفتريه 750 فقسمناهم 4 الى 1 اي 5 اجزاء ماشي، يبقى اذا 750 على 5 ضرب 4 يطلع 600، 750 تقسيم 5 ضرب 1 150، ال 150 حصه المشارك وال 600 حصه المصرف. تمام ايوه ممتاز، ارجو ان تكون اريج معنا. وصلتك هذه المعلومه؟ الله يبارك فيك. طيب هنا يا شباب لو انا قلت لك هنا ما هو الربح الذي حققه المصرف من بيع هذه الحصه؟ هتقول لي الربح صفر. ماشي ينفع ينفع نقسم الخمسه. طيب السؤال لكم في السنه الثانيه، السنة الثانية حضرات القيمة الدفترية 100 والقيمة البيعية 120، كم المبلغ؟ ايوه تمام. طيب السنة الثانية حضرات لو حسبت القيمة الدفترية والقيمة البيعية، لو قلنا حضرات في السنة الثانية، السنة الثانية حضرات الحصة المتنازل عنها دفتريا 200,000، الحصة المتنازل عنها سوقيا في 240. السنة الثانية يا حضرات، السنة الثانية البنك يعتبر حقق ربح من البيع بالقيمة السوقية مقداره كام؟ السنة الثانية ايوه، يبقى إذن يا حضرات في لو قلت السنة الثانية لو قلنا حضرات في السنة الأولى الربح المحقق للبنك من بيع ربع حصته بسعر السوق حضرات بيساوي صفر. طيب السنة الثانية الربح المحقق 40,000، سهلة دي؟ طيب
السنة الثالثة، السنة الثالثة حضرات، السنة الثالثة 100 مليون 250 ومليون وستمية، مليون 250 هيبقى 250 ومليون وستمية هتبقى 320، 250 من 320 يعني 70. السنة الثالثة حضرات الربح كان 70. حاضر، أرد على حضرتك بس لحظة. طيب السنة الرابعة كام؟ 100 و750. السنة الخامسة فيها خسارة محققة قدرها، فيها خسارة محققة قدرها 50,000. السؤال اللي سألته الآن، كيف تحسب الربح المحقق للبنك من البيع أو من التنازل؟ البيع البيع أو التنازل زي البنك. أنا بشوف الفرق بين الحصة المتنازل عليها دفعيا، أي بالتكلفة، بالتكلفة وسعر وسعر البيع بس. السنة الأولى 750 750 هم اثنين زي بعض، السنة الثانية 100 و1200، قصدي 100 و100 ومليون و200، مليون و200 و240 الفرق 40. السنة الثالثة 1250 1600 الفرق ما بين 250 و320 صح؟ 70. السنة الرابعة 1750 يعني 250 200 و150 ب 50. مثل 20 بتاعت ايه يعني؟ بتاعت ايه 220؟ 220 تقصدي اي رقم 220؟ احنا ما قلناش 220 هنا، قلنا 320. ال 320 اللي انا قلت عليها الان هي 1,600,000 في السنه الثالثه على خمسه. ايوه صح، اشكرك، ممتازه. اللي هي السنه الثالثه 1,600,000 تقسيم خمسه، تطلع الحصة المتنازل عليها هي كام؟ 320,000 بالسوق، والتكلفة كام؟ 1,250,000 على خمسة كان 250. فإذا هو البنك لما هيبيع بالسوق هيبيع 320، في حين من التكلفة 250، يبقى هو حقق 70. ماشي. السؤال لكم الآن حضرات، السؤال لكم الآن، الحصة الأولانية كانت 4:1 صح؟ المشاركة 4:1. في نهاية السنة الأولى المشاركة بقيت كام؟ في نهاية السنة الأولى، في نهاية السنة الأولى نسب المشاركة نسب المشاركة، حاضر يا أخي الكريم، حاضر. السنة الأولى حضرات خلي بالكم أول حاجة كانت 4:1، 4 أو 4:1. بعد ما اشترى حضرات تبقى النسبة حضرات 2 إلى 3، بعدها حضرات هتبقى 2 إلى 3، بعدها هتبقى 3 إلى 2، بعدها هتبقى 4:1 السنة الرابعة،
ماشي يا حضرات، نسب المشاركة. السنة الخامسة الملكية هتقول للمشارك كلها. ماشي يا شباب. الأخت الكريمة هتقول ادينا اعطينا القاعدة المهمة فيها. القاعدة المهمة فيها إن أنا لما أجي أحسب الحصة بتاعة البنك أو الحصة المتنازل عنها، باخد يا حضرات أشوف الحصة بتاعة البنك كام وأقسمها على عدد السنوات. فهذا المثال الحصة بتاعة البنك هتقسم إلى 4 سنوات، وأصلا البنك واخد 4 إلى 1، يعني واخد 4 والجزء والشريك واخد 1، فبقت 1 إلى 4. فهذه النسبة ظبطت إنها تبقى الحصة المتنازل عنها هي ربع الحصة. أولا يا حضرات، ربع الأربع تخماس، يعني ربع الأربع تخماس هو عبارة عن خمس الواحد صحيح. يعني مثلا يا حضرات، لو 4 إلى 1 هي عبارة عن 80 إلى 20، صح؟ هشوف الفرق بين الدفترية والبيعية وأقسمه على مجموع الحصص. لا أبدا، لا أقصد الفرق بين الدفترية والبيعية وأقسمه على مجموع الحصص، لا 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 لا. أنا عندي بشوف الحصة اللي هي رأس المال كله كام؟ اللي هم مشاركين فيه. بشوف يا حضرات حصة البنك وأوزعها على السنوات المتنازل عنها. لما أجي أنا كل سنة آخد حصة البنك وأقسمها على 4 على 4 على 4 على 4. السنة الأولانية حصة البنك كانت 750، فكانت مقسمة البنك 600 والعميل أو المشارك 150، فخدت 600 وقسمتها على 4 فطلعت 150. السنة الثانية حضرات أرجع أقسم القيمة الدفترية 4 إلى 1، وأرجع أقسم القيمة البيعية 4 إلى 1، وأحسب الحصة المتنازل عنها في البنك مرة دفتريا ومرة سوقيا. فأنا استسهلت معاكم وقلت لكم إذا كانت النسبة 4 إلى 1 فالحصة المتنازل عليها هي الخمس، فقلت لك اقسم على 5 بس. ماشي يا شباب. ده بس خلي بالكم يا حضرات، الأرباح الصافية القابلة للتوزيع السنة الأولى حضرات، الأرباح الصافية القابلة للتوزيع السنة الأولى هتقسم بنسبة 4 إلى 1. ماشي، بس خلي بالكم هنا السنة الأولى حضرات في حاجة. إيه هي؟ المثال ده محلول يا شباب عندكم، خلي بالكم. السنة الأولى حضرات هو بيقول لي الراجل ده هياخد 20% مقابل الإدارة. أنا هاخد يا حضرات السنة الأولى، هوزع لكم السنة الأولى، السنة الأولى 500,000، هناخد منها 25% للإدارة، يبقى هناخد منها 100,000 للإدارة، هيتبقوا منها 400,000. ال 400,000 دول يا حضرات أوزعهم بنسبة 4 إلى 1، 4 المصرف و1 المشارك. ال 400,000 لما اقسمهم على 4 إلى 1 يعني 5 يبقوا 80,000، فهيبقى المصرف 320 والمشارك 80,000. ففي السنة الأولى حضرات المشارك هيبقى نصيبه 180,000، والبنك هيبقى نصيبه 320,000. خلي بالكم هذه توزيع الأرباح الصافية ليس لها علاقة بأرباح بيع حصة المصرف للبنك، المصرف للمشارك، يعني دي حسبة ودي حسبة. بس لما آجي في السنة الثانية حضرات وأوزع الأرباح 750، آخذ 20% للبنك للمشارك، والباقيين أوزعهم بنسبة مش 1 إلى 4، بنسبة 2 إلى 3. السنة الثالثة حضرات هاخد 20% والباقي يوزع بنسبة 2 إلى 3. السنة الرابعة هاخد 20% والباقي يوزع بنسبة 1 إلى 4. ماشي يا شباب، طولت عليكم شوية مع زرة تمين.
طيب هنا اكيد عندكم محاضرة تانية صح؟ في محاضرة تانية ولا ناخد تمرين؟ يلا بسرعة يا شباب، في محاضرة تانية ولا ناخد تمرين؟ يعني لا توجد محاضرة 9:45. تسعة خمسة واربعين. ماشي. طيب بسرعة حضرات. مشاركة متناقصة بين المصرف واحد العملاء، رأس المال مقسم بنسبة 1:4:1. يوزع الربح بتخصيص 20% للشريك مقابل الإدارة والباقي حسب حصة رأس المال، ويقوم الشريك بشراء حصة المصرف على 4 دفعات سنوية حسب القيمة السوقية، بفرض أن السنة الأولى عند تنفيذ عقد الشراء كانت القيمة الدفترية لأصول المشاركة كانت القيمة الدفترية لحصول المشاركة مليون ريال، مليون، بينما القيمة السوقية 1.2 مليون. في هذه السنة عند إتمام البيع يكون البنك قد حقق أرباح قدرها ريال، خسارة 40,000 ولا أرباح 40,000 ولا خسارة 20,000 ولا أرباح 20,000. يا حضرات هذا المثال على يعتبر زي السنة الثانية. المشاركة بنسبة 4:1، الربح هياخد 29%. هو قال لي الآتي، قال يتم الشراء وفقا للقيمة السوقية والأصول المشاركة 1,000,000 ريال دفتريا و1,200,000 ريال سوقيا. فإذا معنى ذلك، ما هو كم القيمة البيعية لازم تحسبها أنت؟ هتاخد 1,200,000 تقسمها على 5، وتاخد 1,000,000 تقسمها على 5، يطلع الفرق هنا 200 وهنا 240، يبقى الفرق كام؟ 40. ربح ولا خسارة؟ يبقى هنا حضرات المفروض ربح. طيب ده حضرات المشاركة إن شاء الله. إحنا التمرينات حضرات اللي هي خاصة بالمشاركة من خلال اللي إحنا خدناه، التمرين ده حضرات محلول عندكم بكامل بنوده المحاسبية والدرس صعب. نعم الدرس صعب، لكن إحنا سهلناه، احنا ما يعني ما تغوطناش في الدرس كتير برضو. ماشي، احنا سهلناه يا اختي الكريم. ماشي، لكن هنا بالنسبة لحضرات لي بالنسبة لحضرات للأثر على قائمة الداخل، قائمة الداخل حضرات بيروح فيها البنك اللي هي الأرباح أو المكاسب المحققة، وقائمة المركز المالي حضرات بيظهر فيها، وقائمة المركز المالي حضرات بيظهر فيها تمويل بالمشاركة من ضمن الأصول. ماشي يا شباب، تمام.
طبعا المثال ده حضرات اللي هو موجود عندكم تمام، اللي هو 4 سنوات إلى 1، ان شاء الله نوعدكم لو في حاجة مثل هذا هنخلي النسبة زي ما هي 4 إلى 1 عشان تبقى الحسابات سهلة بس. ماشي ماشي يا شباب، على اساس تبقى الحسابات الخصم المتنازل عنها سهلة عليكم ما يبقاش فيها كثير. كل التمارين حضرات اللي هي موجودة في ماشي ماشي، فان شاء الله باذن الله هذا هو الجزء الخاص بالمشاركة. شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم طلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شكرا طلاب المستوى الثامن تخصص محاسبة، كنا معكم في مقرر المحاسبة في المؤسسات المالية الإسلامية حسب 425. ألتقي معكم على خير المحاضرة القادمة، باقي معنا حضرات الاستثناء وباقي معنا القوائم المالية إن شاء الله المحاضرة القادمة بتوفيق الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله